السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم لهذا الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو غادي يكون على لاعب المنتخب الوطني نايف أكرد. تداولوا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير خطوبة أحد لاعبي المنتخب الوطني، ثم قالوا أن هذا اللاعب هو نايف أكرد. بعد ذلك رد نايف على حسابه انستغرام عبر ستوري على الخبر ديال الخطوبه ديالو، قال او بون هذا الشيء اخوتي اللي كاين حتى الان، الا كان شيء جديد عن خبر خطوبه احد اللاعبين ان شاء الله غادي نحطو لكم في القناه. قبل نهايه الفيديو غادي نخليكم مع بعض الفيديوهات للاعب المنتخب الوطني نايف أكرد. شكرا لكم على المتابعه، دمتم بخير والى فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله كاع اليوم بغيت نتزوج، ان شاء الله اللي غنتشاور مع امي، حيت بالنسبه لي هي القدوه ديالي. انا حتى الان انا قريب للوالده بزاف، اي شوا خديته كنت كنتشاور معاها، هي في الكره ما كتفهمش في الكره، هي لما كنتفرج معاها كتقول لي فين كي اتاكي وهادو، ما فاهمهاش في الكره مسكينه. غير القدوه انا كنتشاور معاها في اي حاجه بغيت نديرها في الكره، في قرايتي بغيت نحبس قرايتي، قلت لها واش نحبس، كنتشاور معاها علاش كنشوف فيها انا يا مراه وراجل في نفس الوقت، حيت كنعرف دوزات شي حوايج اللي قدامي انا اللي باقي حي وشفتهم، عرفت بانها الواحد يعول عليها. دونك انا في اي حاجه، في ناحيه الفلوس، ناحيه شنو ندير في حياتي، شنو